الرئيس السيسي يوجه بسرعة تطبيق حزمة حوافز مادية للأطقم الطبية ويطالب بإنشاء منظومة المخازن الاستراتيجية للدواء. رئيس الوزراء يتابع إجراءات إعادة هيكلة عدد من الشركات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية استعدادا للطرح في البورصة. قبيل يومين من انعقاد المجلس، رئيس مجلس النواب العراقي يتقدم باستقالته ويدعو القوى السياسية لمواجهة الأزمات الراهنة. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس البلغاري رامن رادف، تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية فضلا عن التعاون في مجال الطاقة. وخلال الاتصال أكد الرئيس السيسي على متانة العلاقات مع بلغاريا وتطلع مصر تعزيز آليات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين على شتى الأصعدة، هذا إلى جانب زيادة معدلات التبادل التجاري وتطوير التعاون الاقتصادي. من جانبه أكد الرئيس البلغاري الحرص على استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، وكذلك التطلع لتطوير وتعزيز علاقات التعاون المشترك. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة تطبيق حزمة الحوافز المادية للأطقم الطبية، وخلال متابعته لجهود تطوير منظومة الصحة في مصر، وجه الرئيس السيسي بتطوير معهد ناصر ليصبح مدينة طبية عالمية، وكذلك توفير موارد مالية إضافية للتوسع في المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار. وخلال اجتماع آخر وجه الرئيس السيسي بالإسراع في الخطوات التنفيذية لإنشاء المخازن الاستراتيجية للتخزين الطبي على مستوى الجمهورية بهدف إنشاء منظومة المخازن الاستراتيجية للدواء. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والسيد اللواء هشام مصطفى السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والسيد اللواء محمد مصطفى لبن مدير إدارة الأشغال العسكرية، والسيد عميد دكتور مهندس أحمد صلاح أبو العزم استشاري المخازن الاستراتيجية بالكلية الفنية العسكرية، والسيد أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن السيد الرئيس وجه بالإسراع في الخطوات التنفيذية لإنشاء المخازن الاستراتيجية للتخزين الطبي على مستوى الجمهورية بهدف امتلاك القدرة لتوفير احتياطي استراتيجي لتغطية احتياجات الاستهلاك الحالي والمستقبلي من المستلزمات الطبية والدواء، وذلك وفق المعايير العالمية وباستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية مع توفير عوامل استدامة فاعلية الإدارة والتشغيل. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك بحضور السيد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والسيد اللواء هشام مصطفى السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والسيد اللواء محمد مصطفى لبن مدير إدارة الأشغال العسكرية. الاجتماع تناول متابعة جهود تطوير منظومة الصحة في مصر، وقد عرض السيد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة الخريطة الصحية للدولة والتي تشتمل على أعداد المنشآت الطبية بكافة أنواعها الحكومية والخاصة والأهلية وتجهيزاتها الطبية، بالإضافة إلى القوى البشرية من الطواقم الطبية، فضلاً عن ربط الخريطة الصحية بقاعدة بيانات المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة وما تتضمنه من برامج ومبادرات للرعاية الصحية والطبية للمواطنين.
كما اطلع السيد الرئيس على الموقف التنفيذي الخاص بتطوير معهد ناصر ليصبح مدينة طبية عالمية، موجها سيادته بأن يتم إنشاء أكبر مركز إقليمي لزراعة الأعضاء في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا داخل تلك المدينة الطبية الجديدة، وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة بهدف إنشاء منظومة متكاملة تشمل قاعدة بيانات مميكنة لعمليات الزرع والمرضى والمتبرعين. وقد استعرض وزير الصحة والسكان في هذا السياق الخطوات التنفيذية الخاصة بالمدينة الطبية الجاري تنفيذها بمستشفى معهد ناصر، والتي تصل سعتها إلى 1200 سرير رعاية مركزة و45 غرفة عمليات. كما عرض الدكتور خالد عبد الغفار تفاصيل إنشاء مستشفى أم المصريين الجديدة بسعة 400 سرير، والتي ستقدم خدماتها لنحو 3 ملايين نسمة، وتعتبر المستشفى الرئيسي لاستقبال مصابي حوادث الطرق في محافظة الجيزة وضواحيها. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه بسرعة تطبيق حزمة الحوافز المادية للأطقم الطبية، وكذلك تشغيل عيادات مسائية بالمستشفيات وتخصيص نسبة من عوائدها للأطباء والهيئة الطبية المعاونة، مما يحقق دخلاً إضافياً للفريق الطبي يتناسب مع الجهد المبذول في تقديم أوجه الرعاية الصحية. كما عرض السيد وزير الصحة الإنجازات التي حققتها المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار على مدار 4 سنوات منذ انطلاقها بمشاركة 466 مستشفى حكومي وخاص، حيث نجحت في علاج 1,370,000 مريض بتكلفة إجمالية 12 مليار جنيه. وقد وجه السيد الرئيس بتوفير الموارد المالية الإضافية للتوسع في المبادرة وإضافة تخصصات جراحية جديدة، مع أهمية توعية المواطنين بكيفية الاستفادة من تلك المبادرة وتبسيط الإجراءات الإدارية ذات الصلة. يتوجه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ اليوم في زيارة رسمية على رأس وفد رفيع للعاصمة الفرنسية باريس، وذلك تلبية لدعوة من رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لاشي. تأتي هذه الزيارة في إطار حرص الجانبين على تنمية العلاقات البرلمانية التي تجمع بين البلدين، وكذلك بحث سبل تعزيزها خلال الفترة القادمة. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً لمتابعة إجراءات إعادة هيكلة عدد من الشركات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية استعداداً لطرح حصص منها في البورصة. وفي مستهل الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار استعراض الدراسات التي تتم حالياً باهتمام فيما يخص طرح حصص من الشركات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية في البورصة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا الخصوص، حيث تم استعراض خطوات إعادة هيكلة كل من الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية الوطنية والشركة الوطنية للمشروعات الإنتاجية صافي. كما تم استعراض نتائج الدراسات التي تستهدف تقييم تلك الأصول وبحث الخيارات المتاحة في ضوء الأهداف المستقبلية لنشاط تلك الشركات والعروض المقدمة من جانب المستثمرين الراغبين في المشاركة بهدف الطرح قبل نهاية هذا العام. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية مشروع مستقبل مصر بالنظر لكونه مشروعا استراتيجيا يتسق وجهود الدولة لزيادة الرقعة الزراعية وكذلك تحقيق الأمن الغذائي وفتح فرص للتصدير. جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء مع عدد من الوزراء والمسؤولين لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع، حيث تم بحث الجهود المبذولة لتعظيم الاستفادة من هذا المشروع بهدف تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الإنتاج الزراعي. وقد كلف مدبولي الوزارات المعنية بالعمل على توفير احتياجات المشروع بما يسهم في توافر البنية التحتية والخدمات المختلفة به.
أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اهتمام الدولة بدعم وتطوير قطاع الصناعة والعمل على تعزيز دور الصناعة المحلية في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال اجتماع لمدبولي لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال تطوير منطقة شق الثعبان، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بشأن الاهتمام بتطوير المنطقة وتزويدها بمختلف الخدمات لتحويلها إلى مدينة صناعية متكاملة للرخام والجرانيت. وخلال الاجتماع تم استعراض المخطط التفصيلي للتوسعات المستقبلية للمنطقة والمقترحات الخاصة بها وموقف تقنين أوضاع الورش الموجودة بها والداخل ضمن المرحلة الأولى من أعمال التطوير. عقدت وزارة الداخلية بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والسفارة الإسبانية بالقاهرة والمجلس القومي للمرأة دورة تدريبية لمسؤولي إنفاذ القانون في مجال جرائم العنف ضد المرأة، وذلك بمقر أكاديمية الشرطة. إدراكا لأهمية الدور الوطني للمرأة في بناء وتنمية المجتمع والحرص على حماية وصيانة حقوقها، فقد عقدت وزارة الداخلية بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والسفارة الأسبانية بالقاهرة والمجلس القومي للمرأة دورة تدريبية لمسؤولي إنفاذ القانون في مجال جرائم العنف ضد المرأة وحماية المرأة من كافة أشكال العنف بمقر أكاديمية الشرطة، وتهدف إلى إسقال وتنمية مهارات الكوادر الأمنية العاملة في مجال مكافحة العنف ضد المرأة. النهاردة بنلاقي التحرك والتقدم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والخاصة بالمحور المختص بحماية المرأة من العنف والتعامل مع هذه القضايا في أطر الإحالة القانونية الموجودة في مصر. التعاون مع أكاديمية الشرطة خطوة كبيرة جدا في تاريخ الأكاديمية والمحور الخاص بالعنف ضد المرأة من المحاور الأساسية للتعاون مع أكاديمية الشرطة ووزارة الداخلية. Of course it's basically in the fight against crime and all the techniques in the fight against crime in the fight of against also illegal immigration and human trafficking. Very impressed with the installations of the police academy and it's been impressive to see that 50% of the participants were going to be women. وقد حرصت وزارة الداخلية ومن خلال قطاع حقوق الإنسان على التأكيد على الخطوات التي قطعتها لمواجهة جرائم العنف ضد المرأة، والذي تمثل أبرزها في استحداث كيانات متخصصة لتلقي البلاغات من هذا النوع واستحداث آليات لتلقي الشكاوى مع تقديم الدعم النفسي والمعنوي للحالات التي تعرضت لأي شكل من أشكال العنف، والتوسع في دور العناصر الشرطية النسائية في هذا الإطار، وتكثيف الدوريات والخدمات الأمنية خاصة في المناسبات للتصدي لتلك الظواهر. Together with the Ministry of Interior and the National Council for Women, we have produced a manual which explains how to investigate and prosecute crimes of violence against women. We also have conducted training of trainers to enable the Ministry of Interior to conduct its own trainings in the future. So we really hope that our experience, our protocols, our interministerial coordination experience is valid for the Egyptian side. وتؤكد تلك الدورة على أن المنظومة الاجتماعية لوزارة الداخلية هي امتداد للمنظومة الأمنية، وأنها الملاذ الآمن لحماية المرأة من كافة أشكال العنف في ظل العمل المتواصل لبناء قدرات الكوادر الأمنية العاملة في مجال مكافحة جرائم العنف ضد المرأة والتصدي لمرتكبيها. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 512 قضية تموينية بمضبوطات بلغت 117 طن. وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 34 طنا. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع
البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط 63 طنا. أما في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 20 طن أسمنت. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 719 قضية من بينها 66 قضية خبز ناقص الوزن و90 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وقعت وزارة الثقافة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بروتوكول تعاون لإدارة وتشغيل سينما الشعب، واتفق الطرفان على تطوير مشروع سينما الشعب خلال الفترة المقبلة وتنويع المحتوى المقدم وزيادة دور العرض التابعة للمشروع في المحافظات. كانت وزارة الثقافة قد أعلنت في وقت سابق عن مشروع سينما الشعب، حيث تعرض الأفلام في قصور الثقافة بالمحافظات مصر المختلفة بمقابل مادي بسيط يبدأ من 20 جنيه، وذلك لإتاحة جميع الأفلام بأسعار بسيطة في قصور الثقافة. وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة. دكتورة نيفين، بعد التحية، يعني رسائل كثيرة بالطبع ستقدمها هذه الأفلام وهذه المبادرة التي تبنتها وزارة الثقافة وهي سينما الشعب لتقليل الضغوط على محدودي الدخل وتقديم كل ما هو فن راقي من خلال دور العرض وقصور الثقافة. مساء الخير يا أستاذة. طبعا مشروع سينما الشعب بدأ في وزارة الثقافة من عدة أشهر، وكان المستهدف إقامته على ثلاث مراحل. بالفعل تم الانتهاء من المرحلة الأولى في 16 قصر ثقافة. تم تحويل بعض القاعات إلى دور العرض السينمائي، وتم تزويدها ببعض الأجهزة الخاصة بالعرض السينمائي. البروتوكول الذي تم توقيعه بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ووزارة الثقافة متمثلة في هيئة قصور الثقافة بينحصر في تشغيل وإدارة مشروع سينما الشعب، ومشروع سينما الشعب بيهدف إلى إتاحة الخدمة السينمائية في كافة المحافظات، لأن طبعا زي ما احنا عارفين عندنا قصور شديد في دور العرض السينمائية وخاصة في المحافظات. فهذا المشروع يهدف إلى توصيل الخدمة السينمائية، الثقافة السينمائية إلى كافة المحافظات وخصوصا في المناطق البعيدة عن العواصم. نعم، هل هذا المشروع أو هذه المبادرة تقتصر فقط على الأفلام أو العروض المنتجة فقط من قبل المتحدة للخدمات الإعلامية، أم أي من العروض التي ستكون على أي من الشاشات المنتجة من الشركات الخاصة؟ لا يا فندم، هي اختيار الأفلام بيتم عن طريق الشركة المتحدة بالتعاون مع قصور الثقافة. بيتم عرض الأفلام اللي موجودة في السوق في نفس التوقيت في سينمات قصور الثقافة، وليس فقط الأفلام التي تنتجها الشركة المتحدة. نعم، يعني هل هناك توجه للتوسع مرة أو بمساحة أكبر في الفترة القادمة لتتخطى إلى مرحلة الإنتاج؟ مرحلة الإنتاج يعني إحنا بنفكر فيها، بس مرحلة لاحقة إن شاء الله مش هتكون تابعة لقصور الثقافة، ولكن يعني بنتمنى إن إحنا نقدر نفتح ملف الشركة القابضة للسينما التابعة للشركة القابضة للصناعات الثقافية التي تم تأسيسها في وزارة الثقافة من عدة سنوات، وإن شاء الله إحنا بصدد العمل على إنهاء الإجراءات علشان تبدأ الشركة عملها إن شاء الله، وتعود الخدمة السينمائية موجودة في الدولة كما كانت من قبل وأحسن إن شاء الله. إن شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، شكرا جزيلا لك. استعدادا لمؤتمر أطراف المناخ كوب 27 تتواصل في مدينة شرم الشيخ أعمال التطوير التي تجرى بالمدينة. وللمزيد معنا من شرم الشيخ مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. محمود، بداية وبعد التحية، أطلعنا على آخر مستجدات عمليات التطوير بالمدينة.
نعم، بعد التحية أرحب بكم وبكل السادة المشاهدين من هنا من مدينة السلام والمدينة الخضراء. فمدينة شرم الشيخ الآن تتحول لمدينة خضراء صديقة للبيئة تزامنا مع قرب انعقاد مؤتمر المناخ كوب 27. مدينة شرم الشيخ بالكامل بها العديد من المشاريع، نتحدث عن ما يقرب من 30 مشروع في مختلف المجالات يتم من خلال هذه المشاريع تطوير مدينة شرم الشيخ لتصبح مدينة صديقة للبيئة مع قرب انعقاد المؤتمر. تحديدا هذه المنطقة التي نتواجد بها، المنطقة السياحية الأهم في مدينة شرم الشيخ في خليج نعمة، هذه المنطقة تشهد العديد من أعمال التطوير الخاصة برفع الكفاءة الأراضي الموجودة أو الأرضيات الموجودة، وأيضا المحال التجارية، توحيد لافتات المحال التجارية، وأيضا العمل على وجود بعض الحدائق المركزية الصغيرة الصديقة للبيئة، وأيضا بعض مقاعد الجلوس. هذا المكان تحديدا وهو ممشى السلطان قابوس، تم تطوير هذا الممشى من حيث الأرضيات، وأيضا ممشى ملك البحرين، يتم العمل على تطوير كل ما هو متعلق بهذا الممشى في خليج نعمة. أيضا بالقرب من الممشى وهو الطريق السلام الذي يتواجد به ممشى سياحي على جانبي الطريق بطول ما يقرب من 6 كيلومترات على جانبي الطريق، وهذا الطريق تفقده اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، تفقد هذا الطريق اليوم. هذا الطريق هو من أجمل الطرق ومن أجمل المشروعات التي تتم هنا في مدينة شرم الشيخ، هذا الطريق وهذا الممشى السياحي الذي يوجد به العديد من المحال التجارية وبعض المشروعات الخدمية، وأيضا سيكون بهذا الطريق بعض المناطق الترفيهية، وأيضا سيكون هناك مسار مخصص للدراجات. اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء عندما تفقد هذا الطريق اليوم وجه بضرورة تكثيف ساعات العمل للانتهاء من هذا الطريق بكل ما هو متعلق به من الممشى السياحي ومن المنطقة الترفيهية، ووجه بضرورة أن يكون هناك مضاعفة لساعات العمل حتى يتم الانتهاء من هذا الطريق في أسرع وقت قبل انعقاد مؤتمر قمة المناخ كوب 27. أيضا اللواء خالد فودة كان اليوم في جولة تفقدية لمنطقة السوق القديم، وأيضا إنشاء منطقة مصر القديمة للحفاظ على التراث المصري القديم. وجه أيضا سيادة المحافظ بضرورة العمل على رفع كفاءة المحال التجارية الموجودة، والعمل على زيادة أيضا أعمال الإنارة وأيضا الإضاءة الخاصة بمسجد الصحابة. فبالتالي كان هناك تفقد لهاتين المنطقتين اليوم، ووجه بضرورة الاهتمام بهما لتليق بمدينة شرم الشيخ. هناك أيضا عدد كبير من المشروعات التي تتم هنا في مدينة شرم الشيخ، نتحدث بالطبع عن أهم هذه المشروعات وهو تحول محطات الوقود إلى محطات غاز طبيعي. نتحدث عن 8 محطات من إجمالي 12 محطة خاصة بالوقود تحولوا إلى محطات للغاز الطبيعي، فبالتالي ستكون هذه المحطات تخدم السيارات التي تم تحويلها إلى الغاز الطبيعي. نتحدث عن عدد كبير من السيارات تم تحويلها لغاز طبيعي بالمجان طبقا لمبادرة وزارة البترول التي تعمل وتشجع على يعني تحويل هذه السيارات إلى الغاز الطبيعي. وأيضا من سيارات أو من محطات الغاز الطبيعي نتحول إلى الأتوبيسات الكهربائية التي يعني تم استلام ما يقرب من 260 حافلة كهربائية، يعني تم العمل بهم بالفعل، وتستعد باقي الحافلات للانطلاق مع قرب انعقاد مؤتمر المناخ كوب 27. أيضا في كل المجالات هناك العديد من المشروعات الأخرى أيضا التي يتابعها محافظ شمال سيناء. فمنذ أيام كان في اجتماع مع هيئة الرعاية الصحية للوقوف على آخر المستجدات والاستعدادات الخاصة بالجانب الطبي والصحي، وتم التأكيد على أنه سيكون هناك يعني ما يقرب من 40 نقطة
خطط طبية بالفنادق التي سيقوم بها الضيوف المشاركين في هذا المؤتمر، وسيكون هناك أيضا العيادات الثابتة في مركز المؤتمرات، وأيضا العيادات التي يعني يتم العيادات المتنقلة التي ستكون بمحيط قاعة المؤتمرات وقت انعقاد المؤتمر. فيما يتعلق بهذه المنطقة التي نتواجد بها الآن، يعني دار حديث بيننا وبين المواطنين هنا في منطقة خليج نعمة، ويعني جدير بالذكر أن هذه المنطقة تشهد رواجا سياحيا كبيرا. المواطنين عبروا عن سعادتهم بهذا التطوير، ومع تمنياتهم بأن يكون هذا التطوير وقرب المؤتمر القادم يكون فرصة للتسويق السياحي لمدينة شرم الشيخ. أيضا نتحدث على أن اللواء خالد فودة كان يعني يتواجد مع عدد كبير من مديري الفنادق الموجودة في مدينة شرم الشيخ لرفع الاستعدادات الخاصة باستقبال الضيوف، وأيضا رفع كفاءة المناطق المحيطة بالفنادق لاستقبال الضيوف في مؤتمر المناخ كوب 27. نعم. أيضا سيكون هناك يعني اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء تفقد اليوم المرصد الأمني، وهو الأول من نوعه على مستوى الجمهورية. هذا المرصد سيكون مهتم ومتخصص بمتابعة الحالة الأمنية في مدينة شرم الشيخ وأيضا المناطق المحيطة في مدينة شرم الشيخ، للوقوف على الحالة الأمنية بأيضا بعض الكاميرات التي ستكون موجودة طبعا لمراقبة الحالة الأمنية. فبالتالي هناك عدد كبير من المشروعات داخل مدينة شرم الشيخ يتم العمل عليها في آن واحد، ويتم مضاعفة العمل مع قرب انعقاد مؤتمر المناخ كوب 27 لتتحول مدينة شرم الشيخ إلى مدينة صديقة للبيئة. وأيضا هناك اهتمام من حيث الجانب الصحي، هناك اهتمام بمستشفى شرم الشيخ التي بالطبع ستتحول إلى مستشفى أيضا خضراء. فبالتالي كل المناطق هنا في مدينة شرم الشيخ تستعد لأن تتحول إلى مدينة صديقة للبيئة، ويتم طبعا استعدادا لاستقبال الضيوف المشاركين من مختلف دول العالم. مشروعات كبيرة سنتابعها معكم أيضا بالتفصيل في خلال الأيام القادمة. الآن عودة إليكم مرة أخرى. نعم، شكرا لك جزيل الشكر محمود جميل على هذا العرض الوافي من مدينة شرم الشيخ. أكد وزير الخارجية سامح شكري التزام مصر بالعمل الجماعي في إطار الدبلوماسية متعددة الأطراف والدور المركزي للأمم المتحدة في مواجهة التحديات العالمية الراهنة. جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية بالسكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بنيويورك، حيث بحث اللقاء التداعيات الاقتصادية والسياسية للأزمة الأوكرانية فضلا عن تطورات الأوضاع في ليبيا والشرق الأوسط، وكذلك بحث ملف سد النهضة. كما التقى شكري أعضاء وفد مصر الدائم لدى المنظمة الدولية، حيث تقدم بالشكر لهم على ما بذلوه من جهد لنجاح المشاركة المصرية في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. أدانت مصر الانتهاكات المتكررة والمتصاعدة لحرمة المسجد الأقصى والتي تقوم بها عناصر متطرفة يهودية على مرأى ومسمع من قوات الاحتلال الإسرائيلية. وأكدت وزارة الخارجية أن استمرار مثل تلك الخروقات يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتصعيدا خطيرا يقوض من فرص تحقيق التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وتحقيق حل الدولتين، محذرة من خطورة استمرار الممارسات الاستفزازية في محيط المقدسات الإسلامية بالحرم القدسي الشريف، لكونها تزيد من المعوقات أمام الجهود المبذولة لاستئناف عملية السلام. كما أدانت وزارة الخارجية الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مدرسة في مدينة إيجيفسك بروسيا، وأعربت الخارجية عن تعزيها لحكومة وشعب روسيا الاتحادية وذوي الضحايا جراء الحادث الأليم.
قال رئيس مجلس النواب العراقي المستقيل محمد الحلبوسي إنه لم يتداول بشأن قراره بالاستقالة من منصبه مع أحد، داعيا القوى السياسية إلى مواجهة الأزمات الراهنة. وأضاف الحلبوسي أن من حق النواب الجدد اختيار الرئيس الجديد للمجلس، مشيرا إلى أنه يجب الاتفاق على قانون الانتخابات والحكومة التي تنظمها وآلية تحديد الكتلة الأكبر قبل إجراء الانتخابات. ناقشتهم أصلا بموضوع الاستقالة، ما ناقشتهم أصلا أستاذ غزوان. العملية يجب أن تبدأ بطريقة صحيحة، طيب، ويجب أن ينفتح الجميع بالقوى السياسية إلى بعض البعض. ما نمر به خطير، يعني الآن ومن خلالك ومن خلال الحاضرين، الاستثناء أصبح هو الأصل في إدارة الدولة، الاستثناءات أصبحت هي الأصل. هذا وحدد مجلس النواب العراقي يوم الأربعاء المقبل موعدا لعقد جلسته المقبلة. وأوضح مجلس النواب العراقي أن الجلسة تتضمن التصويت على استقالة رئيس المجلس محمد الحلبوسي من منصبه وانتخاب النائب الأول لرئيس المجلس. أقر مجلس النواب اللبناني ميزانية 2022 التي تحسب إيرادات الضرائب الجمركية عند 15,000 ليرة للدولار، وتقدر الميزانية كذلك الإنفاق العام عند 41 تريليون ليرة والإيرادات 30 تريليونا. ويعد مشروع القانون ضمن الاتفاق المبدئي على مستوى الموظفين بين لبنان وصندوق النقد الدولي الموقع في شهر إبريل الماضي. نشرة التاسعة متواصلة معكم ونتابع فيها. تفاديا لوقوع كارثة نووية، الطاقة الذرية تعرض استكمال مشاورتها مع موسكو وكييف لإنشاء منطقة حماية في محطة زابوريجيا. إلى الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن الوضع في محطة زابوريجيا في أوكرانيا غير مقبول. وشدد غروسي على ضرورة العمل على تجنب حدوث خطر نووي. كما أكد غروسي استعداد الوكالة لمواصلة المشاورات بين الجانبين بشأن إنشاء منطقة حماية في محطة زابوريجيا النووية هذا الأسبوع لتفادي وقوع كارثة نووية، بالإضافة إلى تأمين الاستقرار في محيط المحطة، مشيرا إلى أن الوكالة ستساعد الدول الراغبة في بناء مفاعلات نووية لاستخدامها في توليد الطاقة، خاصة في ظل الأزمة الحالية. أقرت الرئاسة الروسية بحدوث أخطاء في جهود استدعاء جنود الاحتياط للمشاركة في القتال بأوكرانيا. وأكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أنه تم تسجيل حالات لانتهاك مرسوم الاستدعاء، مشددا على أن السلطات لم تتخذ قرارا بشأن إغلاق الحدود أمام الرجال في سن القتال. من جانبها أعلنت بريطانيا أن الدفاعات الأولى من قوات الاحتياط الذين تم استدعاؤهم للتعبئة الجزئية لروسيا قد بدأت في الوصول إلى القواعد العسكرية. وأوضحت وزارة الدفاع البريطانية أن روسيا ستواجه تحديا إداريا ولوجستيا لتوفير التدريب لهذه القوات. أعلنت الحكومة البريطانية فرض عقوبات جديدة على روسيا على خلفية الاستفتاءات التي أعلنتها موسكو لضم أراضٍ أوكرانية. وأوضحت الحكومة البريطانية أن العقوبات شملت 92 كياناً وشخصية روسية، من بينهم مسؤولون روس كبار شاركوا في فرض التصويت، فضلاً عن عدد من الشخصيات المقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومديرين تنفيذيين في بنوك كبرى مملوكة للدولة.
عقد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي وكبار مسؤولي الأمن اجتماعا لبحث سبل مواجهة استخدام روسيا لما وصفوه بأنواع جديدة من الأسلحة بعد أن صعدت موسكو هجماتها في منطقة أوديسا باستخدام طائرات مسيرة قتالية. وأوضح المتحدث باسم إدارة إقليم أوديسا أن روسيا نفذت ما لا يقل عن 5 هجمات على أهداف في المنطقة، وذلك باستخدام طائرات مسيرة من طراز شاهد 136 في الأيام القليلة الماضية، مضيفا أن إحدى الهجمات أصابت هدفا عسكريا لم يكشف عنه في المنطقة الواقعة جنوب أوكرانيا. أعلنت هيئة الملاحة البحرية الدنماركية عن تسرب غاز في بحر البلطيق قرب مسار خط أنابيب نورد ستريم 2، وأشارت الهيئة في إشعار للسفن إلى أن تسرب الغاز في جنوب شرقي جزيرة بورنهولم الدنماركية يشكل خطرا على الملاحة البحرية، كما حذرت من الملاحة في محيط 5 أميال بحرية نحو 9 كيلومترات حول موقع التسرب. تراجعت بورصة موسكو بنسبة 10% مسجلة أدنى مستوى لها منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في نهاية فبراير الماضي. يأتي الانخفاض الشديد على خلفية التعبئة الجزئية لتعزيز القوات العسكرية المشاركة في أوكرانيا، وفي وقت تجري فيه الاستفتاءات على ضم 4 مناطق تسيطر عليها موسكو في شرق أوكرانيا وجنوبها. توقعت منظمة التعاون والتنمية أن تواصل دول العالم دفع ثمن باهظ للحرب على أوكرانيا، وقدرت المنظمة الخسائر المالية العالمية المتوقعة العام المقبل ب 2800 مليار دولار، لافتة إلى أن الدول المجاورة لأوكرانيا وروسيا هي التي ستدفع الثمن الأكبر. قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير إن مكافحة التضخم هي الأولوية الكبرى لبلاده ضمن ميزانية عام 2023 بسبب تداعيات الأزمة الأوكرانية. وأضاف لومير أنه تم تخصيص 45 مليار يورو العام المقبل للحد من الزيادات في أسعار الغاز والطاقة بنسبة 15%. فاز حزب إخوة إيطاليا بقيادة جورجيا ميلوني بالانتخابات التشريعية في إيطاليا. ووفقا لعمليات الفرز فقد حصل الحزب على ما يتراوح بين 22 و26% من الأصوات، في حين يتوقع أن يحصل حليفاه الرابطة اليمينية وحزب فروزا إيطاليا على أغلبية واضحة في مجلسي البرلمان. وفي خطاب مقتضب أعلنت ميلوني أنها ستقود الحكومة المقبلة والتي ستمثل جميع الإيطاليين. يبدو واضحا لي أنه وفقا للتوقعات الأولية فإن الإيطاليين في هذه الانتخابات العامة عبروا عن إشارة واضحة بأنهم يريدون حكومة يمين وسط بقيادة أخوة إيطاليا. أعتقد أن الوضع الذي تجد إيطاليا نفسها فيه والوضع الذي يجد الاتحاد الأوروبي نفسه فيه والوضع الذي يتعين علينا التعامل معه وضع معقد للغاية، يتطلب مساهمة الجميع ويتطلب مناخا هادئا يحافظ على هذا الاحترام المتبادل الذي هو أساس الحوار في أي نظام ديمقراطي. من جانبه قال الأمين العام للحزب الديمقراطي في إيطاليا إنريكو ليتا إنه سيستقيل عقب خسارة حزبه في الانتخابات البرلمانية. وقال ليتا إن تصدر حزب أخوة إيطاليا نتائج الانتخابات يعد يوما حزينا بالنسبة لإيطاليا وأوروبا، مشيرا إلى أن الحزب الديمقراطي لن يسمح باختفاء إيطاليا من قلب أوروبا.
الآن سننتقل إلى المعارضة بتصميم كبير وقوي وبشكل حازم. الحزب الديمقراطي لن يسمح بمغادرة إيطاليا قلب أوروبا. سنظل دائما في أوروبا ولن نسمح بالابتعاد عن القيم الأوروبية. من الواضح أن هذه النتيجة لا ينبغي حصرها داخل إيطاليا فقط، إنها نتيجة تغير ديناميكية التوازن الأوروبي وتتحول نحو اتجاه على الأقل لا أعتبره إيجابيا. بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أول مناورات بحرية مشتركة لهما منذ 5 سنوات قرب شبه الجزيرة الكورية غداة إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً. ويشارك في المناورات أكثر من 20 سفينة بينها حاملة الطائرات الأمريكية العاملة بالدفع النووي رونالد ريغان. قرب شبه الجزيرة الكورية حيث الحدود الملتهبة، بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أول مناورات بحرية مشتركة لهما منذ عام 2018. فمع انتشار نحو 28,500 جندي أمريكي على أراضي كوريا الجنوبية لحمايتها من جارتها الشمالية التي تمتلك السلاح النووي، تسعى سول إلى تعزيز التحالف العسكري مع واشنطن بعد فشل محاولات التقارب الدبلوماسي مع بيونغ يانغ. المناورات التي تستمر 4 أيام تشارك فيها أكثر من 20 سفينة بينها حاملة الطائرات الأمريكية العاملة بالدفع النووي رونالد ريغان، كما تشمل محاكاة لقتال بحري والتصدي لغواصات في إطار مناورات تكتيكية وعمليات بحرية أخرى. هذه المناورات انطلقت غداة اختبار بيونغ يانغ لصاروخ باليستي، حيث أقرت كوريا الشمالية مطلع سبتمبر عقيدة جديدة تؤكد عدم تخليها أبدا عن السلاح النووي. تجري واشنطن وسول تدريبات عسكرية مشتركة منذ فترة طويلة، ويشدد الحليفان على الطابع الدفاعي المحض لهذه المناورات، إلا أن كوريا الشمالية تعتبرها تحضيرات لغزو لأراضيها في المستقبل. والشهر الماضي أجرت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أكبر تدريبات عسكرية مشتركة بينهما، وكانت المناورات بين البلدين قد خفضت بسبب جائحة كورونا والتقارب الدبلوماسي بين سول وبيونغ يانغ الذي لم يعد قائما الآن. أدانت نائبة الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا خلال اجتماعهما في طوكيو إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا مؤخرا، وتعهد الجانبان بالعمل معا للقضاء على التهديدات التي يمثلها برنامج الأسلحة النووية والباليستية الكورية الشمالية، كما أكد ضرورة الحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان وخصوصا بعد التوتر بين الصين وتايوان. وأشارت هاريس إلى أن التحالف بين الولايات المتحدة واليابان هو حجر الزاوية للسلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادي. نظمت جامعة السادات بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة قافلة طبية بقرية قوم الضبع بمركز الباجور محافظة المنوفية. وشملت القافلة العديد من التخصصات الطبية كالعظام والجلدية والأطفال، بجانب عمل ندوة توعوية حضرها 451 مواطنا، ويأتي ذلك ضمن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. كما نظمت جامعة السادات ومعهد الهندسة الوراثية ومؤسسة حياة كريمة قافلة بيطرية وأخرى زراعية بقرية طه شبرا بمركز وسنا في محافظة المنوفية. وقامت القافلة البيطرية بعلاج 278 رأس ماشية و400 طائر، بينما شهدت القافلة الزراعية حضور 120 مزارعا، حيث شملت القافلة مجموعة إرشادات للمزارعين عن مقاومة الآفات في المحاصيل الزراعية.
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله من شائعات على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن بيع الموانئ المصرية لجهة أجنبية. وشدد المركز الإعلامي نقلا عن وزارة النقل على أن الموانئ المصرية ستظل مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية. وأضاف المركز الإعلامي أن إنشاء وتطوير مشروعات وزارة النقل ومنها مشروعات النقل البحري والموانئ البحرية تتم بأياد استشاريين وشركات وطنية مصرية مع الاستعانة بالخبرات الأجنبية في مجال توفير البنية الفوقية مثل المعدات الحديثة وتكنولوجيا المعلومات والنظم الإدارة والتشغيل فقط. وفرت الدولة حلوى المولد النبوي بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة لها بجودة عالية وبأسعار مخفضة تختلف عن الموجودة بالسوق. كما عملت الدولة أيضا على توفير مختلف السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار تنافسية مثل الزيوت والسكر واللحوم، وذلك وسط إقبال كبير من المواطنين. بجودة عالية وبأسعار مخفضة، وفرت الدولة حلاوة المولد بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة لها بأسعار تنافسية تختلف عن السعر الموجود بالأسواق. ففي مجمع الألفي بمنطقة وسط البلد بالقاهرة وصلت التخفيضات إلى أكثر من 25% عن الأسعار المتداولة. بمناسبة قرب حلول المولد النبوي الشريف استعدنا جيدا من أكثر من حوالي شهر لتوفير كافة أنواع السلع وخاصة حلوى المولد بتنوعها واختلافها وأسعارها وجودتها العالية جدا. الشركة العامة وفروعها كلها متوفر فيها جميع أنواع السلع الغذائية وبأسعار تقل عن أسعار السوق بنسبة كبيرة من 20% إلى 25%. كما عملت الدولة على توفير مختلف السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار تنافسية مثل الزيوت والأرز والسكر، بالإضافة إلى اللحوم التي لقت إقبالا كبيرا من المواطنين، حيث توافرت اللحوم السوداني والبرازيلي بتخفيضات كبيرة عن مثيلاتها بالخارج وبجودة مرتفعة. عندنا لحم سوداني ب115 جنيه. طبعا زي ما حضرتك شايف كده الإقبال هنا كل يوم مثلا عجلين ونص، ثلاثة ونص يوميا. وعندنا الناحية التانية في السوبر ماركت جوه لحمة برازيلي ب79 جنيه، طبعا على أعلى جودة. المجمع كويس وكل حاجة موجودة فيه وبقاله كذا سنة وإحنا موجودين في المنطقة وهو كويس. يعني المجمع كل حاجة فيه حلويات حلوة ورخيصة عن بره بالتفي بقى ب90 وانت طالع وفي ب100 بره، هنا ب60. حلوه رخيصه يعني. المجمعات الاستهلاكيه تقدم للمستهلكين عشرات السلع الغذائيه وغير الغذائيه من الارز والسكر والزيت واللحوم، ويمكن للمواطن من خلالها شراء السلع الاستهلاكيه ولا يشترط حمله بطاقه تموينيه للاستفاده من انخفاض اسعارها مقارنه بالسوق المحلي. احمد الحسيني، التلفزيون المصري. والآن مشاهدينا مع أخبار الاقتصاد في نشرة التاسعة، تستعرضها رغدة أبو ليلى. إليك رغدة. شكرا لكم ميرفت المليجي ودينا فكري. إلى أخبار المال والأعمال محليا وأيضا عالميا. أهلا بكم. أكدت وزارة البترول العملاء على زيادة الاحتياطيات البترولية من خلال طرح المزايدات العالمية وتكثيف عمليات البحث والاستكشاف بما ينعكس إيجابا على زيادة معدلات الإنتاج المحلي. وخلال ترأسه الجمعية العامة لشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، أشار وزير البترول طارق الملا إلى أن هناك احتمالات بترولية جيدة في منطقة البحر الأحمر، حيث تم توقيع 3 اتفاقيات للبحث في تلك المنطقة مع كبريات الشركات العالمية. أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد صلاح أن مصر بذلت جهوداً عديدة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وعقد شراكات مع مختلف الدول. جاء ذلك خلال استقباله السفير التشيكي بالقاهرة لبحث آليات تطوير التعاون المشترك بين الجانبين وتعزيز أوجه التعاون المشترك في مجالات التصنيع العسكري والمدني.
وإلى سوق المال، حيث تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات، حيث اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع، ليغلق رأس المال السوقي عند مستوى 687.3 مليار جنيه وسط تداولات بلغت نحو 34.7 مليار جنيه. على صعيد المؤشرات، فقد فتح مؤشر EGX 30 عند مستوى 9895 نقطة متراجعا بنسبة 68% بالمئة، ليغلق عند مستوى 9827 نقطة. كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 عند مستوى 2209 نقاط ليغلق مرتفعا بنسبة 51% ليغلق عند مستوى 2243 نقطة. فتح مؤشر EGX 100 عند مستوى 3140 نقطة ليصعد بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 3176 نقطة. إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 19.44 جنيها للشراء و 19.55 جنيها للبيع. اليورو وصل إلى 18.74 18.86 الجنيه الإسترليني 20.97 22.10 الدرهم الإماراتي 25.32 أخيرا الريال السعودي 5.17 و25. في أسواق المعادن النفيسة، انخفضت أسعار الذهب لأدنى مستوى لها منذ عامين ونصف العام، متأثرة بارتفاع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية. سجل المعدن الأصفر 1641 دولارا للأوقية. محليا، وصل عيار 18 إلى 969 جنيها للجرام. عيار 21 وصل إلى 1131 جنيها للجرام. عيار 24 وصل إلى 1292 جنيها للجرام. أخيرا، الجنيه الذهب وصل إلى 9048 جنيها. تراجعت تكلفة شحن البضائع من الصين إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عامين وسط تراجع الطلب على البضائع الصينية على الرغم من اقتراب موسم الأعياد. تراجعت شحنات ميناء شنغهاي بنسبة 8.4% بأغسطس مع انخفاض عدد الحاويات بنسبة 3.4%. تشير التوقعات إلى أن قيمة الصادرات الصينية ستستمر في التباطؤ. نهاية الأخبار الاقتصادية، عودة من جديد إلى مرفت ودينا. إليك. شكرا لك رغدة. انطلقت فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دوراته 22، وذلك بمشاركة عدد من فرق الفنون الشعبية المحلية والعربية والأجنبية. تستعرض الفرق المشاركة بالمهرجان فنون بلادها التراثية والمعبرة عن بيئاتها. بمشاركة عدد من فرق الفنون الشعبية المحلية والعربية والأجنبية، افتتح مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته 22. بتشاركنا دول من آسيا ومن إفريقيا، دول عديدة عربية صديقة وشقيقة. بيشاركنا أكثر من 10 فرق على مستوى محافظات مصر بالكامل. نحن اليوم نرسل رسالة تحية وسلام لكل العالم اللي عم بيشوفنا من خلال مهرجان العظيم والمحب للفنون دائما مهرجان إسماعيلية، إنه فلسطين باقية وفلسطين رسالة سلام بفلكلورها وتراثها الموجود دائما. نحن اليوم شاركنا وقدمنا لوحة فلسطينية باسم بعنوان دمي فلسطيني، ولقينا حفاوة استقبال وتحية كبيرة من جمهور الإسماعيلية والجمهور المصري الدائم المحب لفلسطين. الفرق المشاركة بالمهرجان استعرضت فنونها التراثية والمعبرة عن بيئتها من خلال حفل الافتتاح، حيث شاركت دول السودان وفلسطين بجانب مشاركة الفرق المصرية، وهي ملوي، الحرية والشرقية وسوهاج ومطروح وأسوان والعريش وبورسعيد. المهرجان الدولي للفنون الشعبية في دورته 22 الحقيقة من المهرجانات التي أثبتت يعني جدارة
في الاحتفال بفنوننا الشعبية، خاصة مع التنوع الثري للفرق المشاركة. العروض الفنية للفرق تقام اعتبارا من اليوم الاثنين حتى 29 من سبتمبر الجاري بعدد من المسارح داخل المحافظة، لتشكل مركزا ثقافيا فنيا رائعا من جميع دول العالم في أرض مصر. الآن مع أخبار الرياضة والملاعب. وعودة مرة أخرى إلى رغدة أبو ليلى. إليك رغدة. شكرا لكم دينا وميرفت. والآن فمع الأخبار الرياضية. أهلا بكم من جديد. يواجه المنتخب الوطني غدا منتخب ليبيريا بمباراة ودية على استاد الإسكندرية. وقرر المدير الفني البرتغالي لمنتخب الفراعنة راي فيتوريا إراحة الثنائي محمد صلاح ومصطفى محمد بعد مشاركتهما بالمباراة الودية أمام النيجر والتي فاز بها المنتخب الوطني بثلاثية نظيفة. فاز المنتخب الأولمبي على نظيره منتخب بنين بهدفين دون رد بمباراة ودية ضمن الاستعداد لتصفيات كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024. جاء هدف المنتخب الأولمبي عن طريق كل من إياد العسقلاني بالدقيقة الثالثة وإسلام المزين بالدقيقة 53. تصدرت مصر الترتيب العام لدول بطولة سيريس A للكاراتيه والتي أقيمت بالفترة من 22 إلى 26 من سبتمبر الجاري. حصل منتخب الكاراتيه على المركز الأول برصيد 12 ميدالية متنوعة مقسمة إلى 4 ذهبيات وفضية بالإضافة إلى 7 برونزيات. يستضيف المنتخب البرتغالي غدا نظيره الإسباني بالجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية. في الجولة ذاتها يحل المنتخب التشيكي ضيفا على نظيره السويسري، بينما يلتقي المنتخب السويدي نظيره السلوفيني ويواجه المنتخب الصربي نظيره النرويجي. أعلنت رابطة الدوري الإسباني عن موعد وتوقيت مباراة كلاسيكو الدوري الأول من المسابقة لهذا الموسم بين ريال مدريد وبرشلونة. أوضحت رابطة الليغا أن المباراة ستقام يوم الأحد الموافق 16 من أكتوبر المقبل، حيث يستضيف ريال مدريد منافسه برشلونة على ملعب سانتياغو برنابيو بقمة الجولة التاسعة من الدوري الإسباني. نهاية الأخبار الرياضية. عودة مرة أخرى إلى دينا وميرفت. شكرا لك رغدة على هذا العرض الرياضي. شهد شارع الفراهيدي للثقافة والكتاب في مدينة البصرة جنوبي العراق تطويرا في الفترة الأخيرة، حيث تم إضافة الأكشاك الخشبية والإضاءة والأرصفة التي أضفت جمالا على المكان. وتمت عملية التطوير بفضل الجهود المضنية التي بذلتها مجموعة من المثقفين والرواد. في شارع الفراهيدي للثقافة والكتاب والذي تم تطويره في الآونة الأخيرة، يمكن لمحب القراءة والمارة الآن الاستماع بسلسلة من أكشاك الكتب الخشبية والإضاءة الخارجية والأرصفة التي تضفي جمالا على النزهة الثقافية في مدينة البصرة جنوبي العراق. عملية التطوير تمت بفضل الجهود المضنية التي بذلتها مجموعة من المثقفين والرواد. إضافة البنى التحتية لهذا الشارع أكيد أضاف إضافة جميلة، وخصوصا يعني هذا الشارع ما انولد هكذا، اكيد انولد من رحم المعاناة ومن رحم المناشدات ومن الحقيقة المؤسسين لهذا الشارع الحقيقة والمثقفي ورواد هذا الشارع. تأسس هذا الشارع في عام 2015 بجهود لمجموعة من الشباب والمفكرين على غرار شارع المتنبي في بغداد. هذا المكان الذي يدخل الآن في عامه الثامن، تأسس سنة 2015 بجهود شبابية خالصة تضافر عليه مجموعة من الشباب
والمفكرين داخل البصرة. أنا أعتقد حقيقة أنه تطوير الشارع الثقافي راح يخلينا بانتقاله من حال إلى حال، وبالتالي مثل ما شاهدون اليوم حتى رواد الشارع الثقافي أصبح في زيادة مستمرة. سابقا كانت وجوه محدودة تقصد الشارع الثقافي، اليوم الناشطين، منظمات المجتمع المدني، الأكاديميين كلهم يرتادون هذا الشارع في يوم الجمعة. بفضل تفاني زوار الشارع ودعم السلطات المحلية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تم تطوير الأكشاك ومساحات لقراءات الشعر وإقامة الفعاليات الثقافية. أما بائع الكتب والذين اضطروا في السابق إلى السير لمسافات طويلة للوصول إلى مخازن الكتب الخاصة بهم وتحمل ظروف الطقس الصعبة، أصبح الآن لديهم أكشاك خشبية يعملون منها. والآن وقفة مع أخبار الطقس والأحوال الجوية مرة أخرى وأخيرة مع زميلة رغدة أبو الليلة. إليك رغدة. شكرا لكم مرفة المليجي ودينا فكري. والآن فمع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس شديد الحرارة رد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية. نبدأ بالقاهرة 35-24، الإسكندرية 32-24، مطروح 30-24، بورسعيد 31-25، الإسماعيلية 36-23. ننتقل إلى السويس 35-23، الطقس حار، العريش 30-24، طابة 37-23، شرم الشيخ 40-29، الغردقة 39-28. بالنسبة للأقصر 43-25، أسوان 43-26، الوادي الجديد 44-29، شلاتين 38-31، أخيرا حلايب 36-27. والآن مشاهدينا نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية وأيضا العالمية. والآن فمع أبرز لقطة في هذا اليوم. Hey,
انتهت نشرة التاسعة، هذه تذكرة بأبرز العناوين. الرئيس السيسي يوجه بسرعة تطبيق حزمة حوافز مادية للأطقم الطبية ويطالب بإنشاء منظومة المخازن الاستراتيجية للدواء. رئيس الوزراء يتابع إجراءات إعادة هيكلة عدد من الشركات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية استعدادا للطرح في البورصة. قبيل يومين من انعقاد المجلس، رئيس مجلس النواب العراقي يتقدم باستقالته ويدعو القوى السياسية لمواجهة الأزمات الراهنة. نهاية أخبار التاسعة، ولكن التاسعة مستمرة مع حضراتكم مع يوسف الحسين. مساء الخير يوسف. ازيك يا ميرفت؟ ازيك يا دينا؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله. النهارده بقى عيد ميلاد شحاتة، كل سنة هو طيب. قال داخل عليا ومكتئب ونيمان، اقول له يا ابني مالك في ايه؟ يقول لي اصل عيد ميلادي النهارده. ما هو فعلا ما بقاش حد بيفرح نفرح بيك يعني. عيد ميلاده. انا بقيت 31 سنة. من بعد ال 30 بطلنا نفرح. انا مش قادر افهم ليه قلت له يا شحاته طب انا يعني قربت على 48 اروح انتحر ولا اعمل ايه لما انت زعلان وعند ايه يا شحاته في ايه شحاته قال لي هتقولي كل سنه طيب على الهواء قلت له قال لي طب غني لي قلت له تقف جنبي لو اغني تجيني يا شحاته ولا ايه طيب ماشي على كل اشكركم بالتوفيق ان شاء الله ربنا يخليكم استاذنكم نبدا فقراتنا